بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الفصل الأول عن المتجهات وعن كيفية تمثيل المتجهات وكذلك تحليل هذه المتجهات والعمليات الرياضية التي يمكن إجراها على المتجهات. الآن نتحول إلى الفصل الثاني تحت عنوان الحركة على خط مستقيم Motion Along Straight Line. وأول ما نبدأ به في هذا الفصل هو دراسة مصطلح Displacement. Displacement تعني الإزاحة، وكما نعلم من دراستنا السابقة بأن الإزاحة هي أقصر خط واصل بين نقطتين، أي أنها تعتمد على نقطتين فقط، نقطة البداية للحركة ونقطة نهاية الحركة. ولمعرفة المزيد عن هذا المصطلح دعونا ندرس الحركة الانتقالية لسيارة تسير على خط مستقيم، وليكن هذا الخط واقع على محور X. وبالتالي إذا نظرنا إلى الشكل اللي أمامنا سنجد أن السيارة انطلقت من النقطة أي واللي يتعادل الرقم 2 على المحور X، وهذه النقطة سوف نسميها XI وتعني X Initial أي الموقع البدائي للحركة. تستمر هذه السيارة بالسير باتجاه الشرق إلى أن تصل النقطة 10 على المحور X، بعد ذلك تغير اتجاه حركتها لتسير باتجاه الغرب وتقطع مسافة، ثم تصل بعد ذلك إلى النقطة B. النقطة B تعادل الرقم 6 على المحور X، وهذه النقطة سوف نسميها بالX F، ومعنى الX final أي إنه الموقع النهائي للحركة. إذن أصبح لدينا الآن X initial و X final، عليه يمكن إعطاء الإزاحة رياضيا بالقانون الآتي: دلتا X يساوي X final ناقصا X initial، حيث X final في مثالنا هذا تساوي 6 و X initial تساوي 2، وبالتالي يكون مقدار الإزاحة 6 ناقص 2 ويساوي 4 متر. الآن نشاهد بأن الناتج هو كمية موجبة، لكن إذا عدنا إلى هذه الحركة وإذا أخذنا احتمالية بأن السيارة ممكن أن تسير وتتقدم باتجاه الغرب إلى أن تصل النقطة صفر. النقطة صفر في هذه الحالة على المحور X تمثل لي الموقع النهائي للحركة، وإذا طبقت القانون سوف أحصل على صفر ناقص 2، وبالنتيجة راح أحصل على ناقص 2. إذن في حالة الفرضية الثانية حصلت على الإشارة السالبة بدلا من الإشارة الموجبة. هذه الاحتمالية، احتمالية ظهور الإشارة السالبة، يتحتم أن تكون الإزاحة كمية اتجاهية، لأننا كما نعلم بأن الإشارة السالبة تشير إلى عكس اتجاه الحركة، وبالتالي أصبح لدى هذه الإزاحة مقداراً. في الحالة الأولى، هذه الحالة اللي أمامنا، المقدار هو 4 متر، والاتجاه متمثل بالإشارة الموجبة هنا، والتي تعني بأن اتجاه الحركة لا زال بالاتجاه الموجب لمحور X. هنالك مصطلح آخر يسمى distance. Distance تعني المسافة. المسافة في هذه الحالة تختلف في تعريفها عن الإزاحة. فلو عدنا إلى مثالنا الأول وأردنا حساب المسافة التي تقطعها السيارة من النقطة A وصولا إلى النقطة B، ففي هذه الحالة لابد من أخذ شكل المسار بعين الاعتبار بكل تفاصيله.
وبالتالي نحسب جزئي الحركة، الجزء الأول من 2 إلى 10 يعني 8، والجزء الثاني من 10 إلى 6 يعني 4، وبالنتيجة 8 زائد 4 يساوي لي 12. هذا ال 12 هو مقدار، هذه ال 12 متر هي مقدار المسافة. ومن هنا نجد بأن المسافة تكون دائما موجبة لأنها لا تعتمد على اتجاه الحركة، وبالتالي أصبح لزاما أيضا أن تكون المسافة كمية عددية خالية من الاتجاه. أما ما يسمى بمعدل الانطلاق فيمكن تعريفه رياضيا على أنه المسافة المقطوعة للفترة الزمنية، المسافة المقطوعة مقسوم على الفترة الزمنية. وإذا أردنا حساب معدل الانطلاق للمثال الأول فنجد بأن المسافة المقطوعة هي 12 مقسومة على الفترة الزمنية التي نحن سنفرضها تساوي 2 ثانية 2 سكند، وبالتالي أصبح معدل الانطلاق يساوي 12 على 2 ويساوي 6 متر لكل ثانية. أيضا بما أن المسافة المقطوعة دائما تكون كمية عددية عليه يجب أن يكون الانطلاق أيضا كمية عددية، وبالتالي فهو كمية عددية موجبة ليس لها علاقة بالاتجاه، لذلك ما من الممكن أن تكون هذه النتيجة سالبة، لأن السالب كما نعلم يشير إلى الاتجاه بينما معدل الانطلاق هو كمية موجبة. لدينا أيضا ما يسمى بمعدل السرعة. تعرف معدل السرعة على أنها الإزاحة مقسومة على الفترة الزمنية V average تساوي لي displacement على time interval، الإزاحة على الفترة الزمنية. وبما أن الإزاحة كمية متجهة مقسومة على كمية غير متجهة تكون النتيجة كمية متجهة، وبذلك فإن معدل السرعة يكون كمية متجهة أيضا. نحن عرفنا بأن الإزاحة تساوي دلتا X، لذلك الـ V average يصبح دلتا X على الفترة الزمنية أو التغير في الفترة الزمنية الذي سنسميه بدلتا T، حيث دلتا T تساوي T final ناقصا T initial كما عملنا مع الدلتا X سابقا. الآن لو أردنا حساب معدل السرعة لمثال السيارة فنحن قد وجدنا بأن الإزاحة 6 ناقص 2 والفترة الزمنية فرضناها 2 يعني الفترة الزمنية الكلية 2، هذا يعني بأن T initial 0 والT final 2 وبالتالي 2 ناقصا 0 يعطي 2 والنتيجة نحصل على 2 متر بالثانية. هذا هو مقدار معدل السرعة. أما اتجاهها فممكن معرفته من إشارة الناتج، وبما أن الإشارة هنا موجبة فهذا يعني بأن اتجاه السرعة باتجاه الإزاحة وهي بالاتجاه الموجب لمحور X. الآن سنأخذ مثال تطبيقي لمعرفة معدل الانطلاق ومعدل السرعة. في هذا المثال لدينا طير يطير باتجاه الشرق وبسرعة 10 متر بالثانية، 10 متر بالثانية تمثل السرعة لأن ذكر الاتجاه، وبما أن هناك مقدار واتجاه فهذا يعني بأنها سرعة. مقدار هذه السرعة هو 10 متر بالثانية واتجاهها باتجاه الشرق، ويقطع مسافة 100 متر، ممكن اعتبارها إزاحة إذا أخذنا بنظر الاعتبار اتجاه الشرق. مقدار هذه الإزاحة هو 100 متر. بعد ذلك يستدير هذا الطير ليكمل الطيران بسرعة 20 متر بالثانية لمدة 15 ثانية
ولكن بعكس الاتجاه. turn around يعني عكس اتجاهه. المطلوب إيجاد معدل الانطلاق وكذلك معدل السرعة. كيف يمكن حل هذه المسألة؟ قبل أن نبدأ بالحل لابد من وضع المطلوب أمام أعيننا، والمطلوب هو معدل الانطلاق. نكتب قانون معدل الانطلاق يساوي المسافة المقطوعة على الفترة الزمنية، والآن لابد من توفير المسافة المقطوعة ومن توفير أيضا الفترة الزمنية. ولا ننسى بأن الحركة تتكون من جزئين، الجزء الأول باتجاه الشرق والجزء الثاني باتجاه سيكون باتجاه الغرب طبعا. الآن الفترة المسافة المقطوعة، الآن المسافة المقطوعة للجزء الأول مذكورة 100 متر اللي هي مقدار الإزاحة واللي ممكن أن نعتبرها المسافة. في هذه الحالة فإن مقدار الإزاحة يساوي لي المسافة المقطوعة، وكذلك فإن الفترة الزمنية لهذا الجزء غير متوفرة، لذلك لابد من توفيرها. فهنا أنا سميتها T1 وأقصد بها الفترة الزمنية للجزء الأول من الحركة. ممكن إيجاد الفترة الزمنية وذلك من قسمة المسافة أو مقدار الإزاحة على مقدار السرعة، وبالتالي أحصل على النتيجة 10 سكند. إذن أصبح عندي المسافة معلومة والزمن معلوم للجزء الأول من الحركة. أما الجزء الثاني من الحركة فلا بد أيضا من توفير المسافة المقطوعة والفترة الزمنية. الفترة الزمنية معطاة بالسؤال، يتوجب علي إيجاد المسافة. يمكن إيجاد المسافة اللي سميتها هنا D2 على اعتبار بأنها تخص الجزء الثاني من الحركة. يمكن إيجاد المسافة وذلك من ضرب مقدار السرعة في الفترة الزمنية، والنتيجة تكون 300 متر. إذن توفر عندي أيضا للجزء الثاني المسافة اللي هي 300، وتوفر عندي الزمن اللي هو 15 ثانية. ما علي الآن إلا أن أطبق القانون. المسافة الكلية المقطوعة سوف تكون مسافة الجزء الأول زائد مسافة الجزء الثاني، والنتيجة 400 متر. أما الفترة الزمنية الكلية فهي الفترة الزمنية الأولى اللي سميتها دلتا T1 واللي تقابل لي أيضا T1، يعني هي نفسها T1، زائدا دلتا T2 واللي تمثل لي T2 للجزء الثاني من الحركة. دلتا T1 وجدناها 10، ودلتا T2 معطاة في السؤال 15، والنتيجة تكون عندي 25 سكند. عليه يكون معدل الانطلاق يساوي الديستانس ترافل اللي هي 400 مقسومة على الفترة الزمنية الكلية اللي هي 25، والنتيجة تكون عندي 16 متر بالثانية، وهي كمية عددية. الآن لو تأملت هذا الرسم، هذا المخطط البسيط اللي مثلت به حركة هذا الطير، بدأ الطير بالطيران باتجاه الشرق باتجاه المحور الموجب لإكس، وقطع 100 متر. هذه 100 متر الأولى من الرحلة الأولى. ثم بعد ذلك قطع بالرحلة الثانية 300 متر، وكانت هذه بالاتجاه المعاكس للاتجاه الموجب لإكس، أي إنها باتجاه الغرب، وأيضا هذا يمثل 100 الأولى، وهذه هي 100 الثانية، وهذه هي 100 الثالثة. هنا صار عندي 300، وبالنتيجة إن إذا أردت حساب الإزاحة
فالإزاحة تعتمد على نقطة البداية فقط ونقطة النهاية بغض النظر عن شكل المسار. أما إذا أردت أن أجد المسافة فلا بد من الأخذ بنظر الاعتبار شكل المسار وحساب كل هذه المسافة المقطوعة. إذن إذا أتحول إلى الفرع B واللي يطلب مني B معدل السرعة، فمعدل السرعة حسب القانون يساوي لي دلتا X على دلتا T، ودلتا X تتكون من جزئين، دلتا X1 للجزء الأول من الحركة ودلتا X2 للجزء الثاني من الحركة. دلتا X1 الجزء الأول من الحركة 100، هذا 100، والجزء الثاني من الحركة 300، وهاي ال 300 بالاتجاه المعاكس، لذلك أخذت إشارتها سالبة وكتبتها ناقص 300، والنتيجة راح تكون عندي ناقص 200 متر. هذه طريقة لإيجاد الدلتا X. الطريقة الثانية لإيجاد الدلتا X هي من كتابتها بالصيغة الآتية: X final ناقصا X initial ويساوي الX final، إذا ألاحظ هنا يساوي لي ناقص 200، والX initial هو صفر، وبالتالي راح تكون ناقص 200 ناقص صفر تساوي ناقص 200، وحصلت على نفس القيمة. وأنت مخير أما تحل بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، كلاهما صحيحتان. عليه تكون السرعة أو يكون معدل السرعة يساوي دلتا X اللي هو ناقص 200 على الفترة الزمنية دلتا T اللي هي 25، والنتيجة تكون ناقص 8 متر لكل ثانية. وهنا نلاحظ بأن الإشارة السالبة ظهرت، وهذا طبيعي ومتوقع لأن الإشارة السالبة تشير إلى الاتجاه، ومعدل السرعة هو كمية اتجاهية. هنا الإشارة السالبة تشير إلى أن اتجاه الحركة هو باتجاه الغرب عكس الاتجاه الأول الذي بدأ به الطير واللي كان باتجاه الشرق. مثال آخر: عداء يركض 100 متر بسرعة 5 متر بالثانية، بعد ذلك 100 متر أخرى بسرعة 4 متر بالثانية and the same direction. ما دام ذكرنا اتجاه فهذا يعني بأن هذه المقادير تمثل مقادير سرعة، هذا مقدار السرعة وهذا اتجاهها same direction، نختار ال direction الملائم واللي راح نختاره على الاتجاه الموجب لـ X، وبالتالي أصبح عندي مقدار السرعة 4 واتجاهها باتجاه الموجب لـ X، وعندنا مقدار السرعة 5 واتجاهها أيضا بنفس الاتجاه اللي هو الاتجاه الموجب لـ X. المطلوب مني أن أوجد معدل السرعة. أعمل رسم بسيط للمسألة بما أنها باتجاه الموجب لـ X كما فرضت قبل قليل. أرسم الاتجاه الموجب لـ X، وهناك جزءان للحركة، الجزء الأول من الحركة له دلتا X1 والجزء الثاني من الحركة دلتا X2، كذلك فإن الجزء الأول من الحركة يملك V1 والجزء الثاني له V2. الآن قانون معدل السرعة displacement على time interval، أي الإزاحة على الزمن أو الفترة الزمنية. نبدأ أولا بالإزاحة اللي هي دلتا X تساوي لي دلتا X1 زائد دلتا X2، ودلتا X1 معطاة 100 متر، ودلتا X2 أيضا معطاة 100 متر، وبالتالي 100 زائد 100 أحصل على 200 متر. أما دلتا T فتساوي لدلتا T1 زائدا دلتا T2. إذا ألاحظ السؤال ما عندي زمن لا بالجزء الأول من الحركة ولا بالجزء الثاني من الحركة، لذلك لا بد من إيجاد الزمن. وممكن إيجاد الزمن للجزء الأول من الحركة عن طريق قسمة مقدار السرعة عن طريق قسمة مقدار الإزاحة أو المسافة. هنا الإزاحة تساوي هنا مقدار الإزاحة يساوي المسافة، وبقسمتها على
مقدار السرعة أحصل على الزمن للمرحلة الأولى، وبالتالي حصلت على 20 ثانية. دلتا تي 2 بنفس الطريقة من قسمة أيضا المسافة أو مقدار الإزاحة على مقدار السرعة وأحصل على 25 ثانية، وبالتالي فإن الفترة الزمنية كاملة تساوي دلتا تي 1 زائد دلتا تي 2 وأحصل على 20 مع 25 والنتيجة تكون عندي 45 ثانية. عليه يكون معدل السرعة يساوي 200 على 45 ويساوي لي 4.44% متر لكل ثانية. الآن أتحول إلى ما يسمى بالإنستانتينيوس فيلوسيتي، يعني السرعة الآنية أو ما تسمى بالسرعة اللحظية، وهي تختلف عن معدل السرعة، هي تبقى كمية اتجاهية لكن تختلف بمفهومها عن معدل السرعة. كيف يمكن تعريفها؟ تعرف السرعة الآنية على أنها تلك السرعة عند أي لحظة محددة من الزمن، عند لحظة زمنية محددة وعند موقع محدد. إذن السرعة عند فترة محددة وموقع محدد تسمى بالسرعة الآنية، أي أننا سوف لا نجد في تعريف السرعة الآنية دلتا اكس، وكذلك لا نجد دلتا تي، لأن دلتا اكس هو مدى، يمثل مدى من الموقع، ودلتا تي تمثل موقع من الزمن، ونحن هنا نتكلم عن نقطة واحدة للزمن ونقطة واحدة للموقع. كيف يمكن تمثيلها؟ تعالوا معي إلى هذا المخطط البسيط، ومنه سنتعلم كيفية الحصول على السرعة الآنية. الآن هذا المحور هو محور T، وهذا المحور هو محور X. الآن نفرض بأن سيارة ستتحرك من الموقع الأول اللي راح أسميه X1 وتنتهي عند الموقع الثاني اللي راح أسميه X2. X1 على سبيل المثال في مدينة كربلاء المقدسة، وX2 مدينة النجف الأشرف. وإذا كان منحني الحركة بهذا الشكل، فإن هذا الخط يمثل لي معدل السرعة، ومعدل السرعة كما نعلم يساوي لي دلتا X على دلتا T. ألاحظ بأنه هذا المنحني يملك نقطتين على T، هي T1 وكذلك T2، ونقطتين أيضا على X اللي هما X1 وكذلك X2. الآن الدلتا X يمثل لي X2 ناقصا X1 واللي هي نفسها X final ناقصا X initial، والدلتا T يمثل T2 ناقص T1 واللي هي نفسها T final ناقصا T initial. الآن لو رسمت هذا الخط أيضا راح يمثل لي ال V average، راح أسميه V average prime، وبالتالي فإنه أيضا يملك نقطتين
على التي. الأولى نفسها T1 لأن بدأ من نفس النقطة، والثانية هي T2 راح أسميها برايم أيضا. وأيضا أصبح لها نقطة أخرى على X اللي راح أسميها X final برايم. نعم، ما أشاهده بأن الـ T2 يقترب باتجاه الـ T1، والX final يقترب باتجاه الـ X initial. هذا هو الـ X initial. إذا أخذت خط لغ فهذا راح يمثل لي the average double prime، وأيضا راح يظهر عندي T2 جديد راح أسميه double prime، يظهر عندي أيضا X جديد أسميه X final double prime، وهكذا أستمر شيئا فشيئا أزحف باتجاه T1 وباتجاه X1 إلى أن أصل إلى النقطة التي تنطبق فيها T2 مع T1 واللي هي هذه النقطة نفسها، وبالتالي راح يكون عندي الخط الناتج هو خط مماس لمنحني الحركة، وهذا راح أسميه فقط واللي هو يمثل لي السرعة الآنية instantaneous velocity. نعم، هنا الـ V يملك نقطة واحدة فقط على محور T واللي هي راح تكون عندي T1، وبعد ماكو داعي أسميها T1 أو T2 فأسميها بالنتيجة T. وكذلك عندي على محور X راح يحصل على نقطة واحدة فقط أو يملك نقطة واحدة فقط واللي هي الـ X initial أو الـ X1 واللي بعد ماكو داعي أسميها X فقط. إذن إذا أريد أعيد التمثيل راح يكون عندي هذا T أو هذا الـ X وهذا منحني الحركة وهذا هو الـ V، وهذا الـ V في الحالة راح يساوي لي نقطة واحدة على الـ T ونقطة واحدة على الـ X، وراح أكتب X على T. لكن نحن نعلم بأن الـ T هو شريحة صغيرة جدا على المحور T، وهذه الشريحة الصغيرة دائما نمثلها بD، والدي يعني بأن مقدار صغير من هذا المحور، وكذلك فإن الإكس هي مقدار صغير جدا من المحور إكس بأكمله، وبالتالي ممكن أن أسميها دي إكس. عليه أصبح الدي عبارة عن دي إكس على دي تي، وهنا أيضا الدي مالتي يصير دي تي، وهنا الإكس يصير عندي دي إكس. إذن بالنتيجة حصلت على دي تساوي دي X على dx على dt. الآن ما هي علاقتها بال V average؟ كيف حصلنا عليها من ال V average؟ ممكن تمثيلها بالآتي: ال V average يساوي إذا أخذ الليمت عندما دي تي تقترب من الصفر للدلتا إكس على الدلتا تي. شنو تفسيره؟ إحنا خلينا الدي تي تو يقترب من التي ون، وبالتالي حصلنا على الاختلاف أو الفرق أو التغير بالتي يساوي صفر، دلتا تي يساوي صفر. شنو معناه؟ معناه بأن التي منطبق على الـ T1، لا يوجد أي فاصل زمني بين T1 و T2، وهذا أدى لي أيضا إلى أنه الاختلاف بالموقع أيضا يكون صفر، أيضا انطبق عندي الـ X2 على الـ X1، وبالتالي ما عندي أي تغير، ما عندي أي مسافة تفصل بين الـ X1 مع الـ X2 أو الـ X initial ويا الـ X final، وهذا حصلت عليه من دلتا تي تقترب الى صفر. حصلت منه مثل ما شفت هنا
بالمخطط مالتي حصلت منه هذه العملية بأن دلتا بأن دي تي على العفو دي اكس على دي تي وهاي بالنتيجة قلنا تساوي في. إذا هذه في أشيلها الأفرج أشيلها والناتج هو في. إذا معناه بأن في بهالحالة تساوي لي دي اكس إلى دي تي. أمل أن يكون الشرح واضح وكيفية الانتقال من الـ V-Average إلى الـ Instantaneous Velocity إلى الـ V. طبعاً بالمناسبة هنا أود أذكر بأنه إذا سمعت كلمة Velocity فأقصد بها السرعة الآنية أو السرعة اللحظية، حتى وإن لم أذكر Instantaneous Velocity إذا ذكرت Velocity فقط فأقصد بها السرعة الآنية. أما إذا أريد أتكلم عن معدل السرعة فلازم أقول صراحة average velocity. هذه ملاحظة خليها بالك وأرجو أن لا تنساها. إذن هسه أصبح عندنا هذا الشكل واضح حسب ما شرحناه، وبالنتيجة أصبح عندي السرعة اللحظية أو السرعة الآنية تساوي لي dx على dt. الآن لو أخذ مثال تطبيقي، عندي بارتكل جسيم، جسيم يتحرك على الأكس أكسس على محور أكس، ويعطى موقع هذا الجسيم يعطى موقع هذا الجسيم بالمعادلة اللي أمامنا. المطلوب أن أوجد الفيلوسيتي عند التي يساوي 3.5 ثانية. ومثل ما ذكرت قبل قليل، ما دام قال اريد الفيلوسيتي يعني المقصود هو العفو ليس معدل السرعه وانما السرعه الانيه. اذا المقصود هو السرعه الانيه او ما تسمى بالانستانتينيوس فيلوسيتي. الجزء الثاني من السؤال يسالني هل ان السرعه ثابته أو متغيرة باستمرار. الآن كيف يمكن أن أحل هذا السؤال؟ كل ما علي فعله هو أن أكتب القانون V تساوي limit delta t تقترب من صفر delta x على delta t تساوي dx على dt. بالمناسبة هذا الجزء أنا ما أحتاجه بالحل وإنما كتبته فقط للتذكير. اللي أحتاجه هو V تساوي dx على dt، وبالنتيجة V تساوي D X. هذا ال X عوضت عنه بما يساوي من منطوق السؤال، ودلتا T نزلت كما هي. الآن أصبح عندي هذا القوس، هاي الحدود الثلاثة يتوجب علي أن أشتقها بالنسبة إلى T. الحد الأول خالي من T اشتقاقه يكون صفر، الحد الثاني معامل مضروب في T نتيجة الاشتقاق المعامل يبقى فقط، والحد الثالث T للأس 3. هذا يعني بأنه المشتقة تكون 3 في المعامل والأس ينقص بمقدار 1، وبالتالي أحصل على T تربيع. الآن وجدت معادلة السرعة ولم أجد مقدار السرعة أو اتجاهها، فقط وجدت معادلة السرعة واللي هي بهذا الشكل. الآن أعوض عن T بما يعادلها 3.5 ثانية، أرجع إلى المعادلة مالتي الـ V تساوي 9.2×10^-6.3 والT تربيع، وأشيل T وأخلي بمكانها 3.5 وأربعها وأجد النتيجة وألقاها تساوي لي -68 متر بالثانية. 68 متر بالثانية هو مقدار السرعة الآنية، أما اتجاهها فحصلت على الإشارة السالبة، والإشارة السالبة تشير إلى أن اتجاهها عكس اتجاه الموجب لـ X. أما
الشق الثاني من السؤال، فهل إن هذا، هل إن هذه السرعة ثابتة، مقدارها ثابت أم متغير باستمرار؟ يكون الجواب في هذه المعادلة. بما أن معادلة السرعة احتوت على T، عليه يكون مقدار السرعة متغير مع تغير T. فإذا كان عندنا T 3.5 راح أحصل على النتيجة 68، وإذا كان عندي T قيمة أخرى راح أحصل على قيمة أخرى للـ V، عليه تكون السرعة أو مقدار السرعة متغير باستمرار تبعا لقيمة T. اللي أحب أشير هنا أيضا بأنه تتجنب تعوض بقيمة T قبل أن تجري عملية الاشتقاق، لابد من إجراء عملية الاشتقاق أولا ثم بعد ذلك نقوم بتعويض قيمة T. الآن السؤال واضح، وجدنا مقدار السرعة ووجدنا اتجاه السرعة، وعرفنا بأن مقدار هذه السرعة متغير طبقا لقيمة T. مفهوم آخر acceleration، acceleration يعني التعجيل، يعني تعجيل الجسم الذي يملك حركة، وهذا التعجيل ينشأ أما بسبب تغير مقدار السرعة أو تغير اتجاه السرعة أو تغير مقدار واتجاه السرعة في وقت واحد. رياضيا ممكن أن نعطي التعجيل، طبعا نتكلم هنا عن معدل التعجيل، الـ A average يساوي لي دلتا V على دلتا T. طبعا وبما أن الدلتا V هي كمية اتجاهية، فيكون التعجيل أو معدل التعجيل كمية اتجاهية أيضا، وتقاس بوحدات المتر لكل ثانية تربيع. هنالك أيضا كما في السرعة، كما في السرعة يوجد معدل سرعة وسرعة آنية، في التعجيل أيضا يوجد معدل تعجيل وتعجيل آني، وبنفس الأسلوب وبنفس الطريقة يكون التعجيل الآني مساوي إلى dv على dt. الآن لو ألاحظ الشكل اللي أمامي وأستذكر ما فعلناه مع السرعة الآنية ومعدل السرعة، وجدنا بأن المماس لمنحني الحركة يمثل لي السرعة الآنية هناك، وهنا المماس لمنحني الحركة يمثل لي التعجيل الآني. أما معدل التعجيل فهو ناتج من وجود دلتا V، أي هنالك V final و V initial، ودلتا T أي أن هنالك T final و T initial. مثال تطبيقي على التعجيل، على معدل التعجيل، سيارة تتحرك باتجاه الشرق بسرعة 10 متر لكل